منع التجول في جميع أنحاء جدة ابتداء من غدا السبت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 صباحا ولمدة 15 يوم. وأيضا يا ريم، منع التجول في جدة جاء بسبب ارتفاع نسبة الأشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة. مع استمرار طبعا الرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات في جدة والدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول. جميل. وأيضا الداخلية أعلنت استمرار مراقبة الحالات الحرجة في الرياض واللي شهدت ارتفاع في هذه الفترة، وذلك استعدادا لأخذ الإجراءات المناسبة في حال استمر الارتفاع. هيئة تقويم التعليم تعلن عن تنفيذ الاختبار التحصيلي في مراكز الاختبارات خلال الفترة من 16 إلى 26 شوال لمن يرغب من الطلبة بعد انتهاء تجربة الاختبار عن بعد أمس الخميس بنسبة نجاح بلغت 96%. ألف مبروك صراحة. يعني كمان خلينا نتكلم عن تطبيق ثاني وشيء كمان يفرح، تطبيق توكلنا يتيح خدمة تعديل مقر السكن نظرا لكثرة الطلبات، والتعديل متاح لمرة واحدة فقط، فالأفضل أن يكون موقع السكن صحيح قبل القيام بأي تغيير. وبدعم من هيئة الترفيه تم إطلاق تطبيق شادو رسميا، وهو أول تطبيق يتيح للجمهور الغناء مع أشهر نجوم الوطن العربي على شكل ديو. واو. كمان شفنا يا ريم تويت لإعلان عن التطبيق على حساب هيئة الترفيه طبعا في تويتر، أنه قريبا هنغني مع سهم. من الأخبار الجميلة جدا.